وللاطلاع أكثر على تفاصيل تسجيل موقع واحة الأحساء في المنطقة الشرقية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، ينضم إلينا عبر الهاتف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. سمو الأمير، مساء الخير. مساء الخير والسلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. بودنا لو يطلعنا سموكم على تفاصيل تسجيل موقع واحة الأحساء، وهو خامس موقع في المملكة العربية السعودية انضم إلى قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، لو تطلعنا على تفاصيل هذا الإعلان وتفاصيل انضمام هذا الموقع إلى هذه القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لابد نشير أنه أي دولة تريد أن تسجل موقع لابد يكون هناك في إرادة على المستويات العليا، وسيد خادم الشريفين الملك سلمان يحفظه الله ومنذ بدايتنا في تسجيل مواقع الملك عبد الله يرحمه الله ايضا دعم تسجيل المواقع الاوليه التي بدانا فيها. الملك سلمان قد يحفظه الله قد عاصر قضيه الاثار وقضيه التراث الوطني يعني قولا وعملا كامير منطقه الرياض ثم كملك المملكه العربيه السعوديه، وهو الذي اقر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري الذي يحظى الان بدعم وتاييد من خادم الحرمين الشريفين وتدير الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني. الدولة عندما تريد أن تسجل موقع لابد أن تختار المواقع بدقة وتعمل مع المجتمعات المحلية والأمانات والبلديات المحلية والأمير المنطقة، ويعني عمل معقد وطويل حتى يتكتل الناس وتنظر في المخططات المدن نفسها أو المواقع وتعمل فيها مناطق حماية وتعيد الاعتبار المواقع التاريخية، تعمل مع البلديات المحلية وزارة النقل وغيرها لإيقاف طرق تخترق مناطق مثل الواحات أو تغيير كامل حقيقة يعني، وتضع خطة مستقبلية للتطوير المستقبلي، لأن المواقع اللي تسجل كمواقع ذات قيمة تراثية عالمية. الأحساء اليوم أصبحت موقع ذات قيمة تراثية عالمية وليس على المستوى المحلي فقط، فلذلك على المستوى العالم يتوقع أن هذه المنطقة يتم المحافظة عليها ويتم احترامها وإعادة الاعتبار لها. ولذلك الملف الهيئة تقوم وأبشرك الكفاءات السعودية الحمد لله تعمل معنا الأخوة والأخوات في الهيئة الذين دربناهم عبر السنين ويعملون مع منظمة اليونسكو، عملوا لإعداد ملفات معقدة جدا وضخمة وتأخذ المسافات 4 سنوات تقريبا، وثم تأتي لجنة التقييم وتقيم من منظمة الإيكوموس التابعة لليونسكو. بالنسبة للحسا أنتم معنا؟ أي نعم معك سمو الأمير. نعم، بالنسبة للحسا أقول لك يعني معلومتين جديدة، يمكن كان تقييم منظمة الإيكوموس أنها لا تسجل في الوقت الحاضر، احنا وعينا ذلك قبل سنتين وأجلنا التسجيل سنتين، ولكن أيضا التقييم كان أنه القيمة التراثية فيها اليونيفرسال فالي مثل ما يسوون القيمة العالمية يمكن تكون ضعيفة فتحتاج وقت، وكان هذا هو اللي حصل. أنه أنا رحت البحرين طبعا وفي الافتتاح قبل يومين 3 أيام وكان في نقاش، وأنا أقدر حقيقة البحرين ووزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التراث العالمي في البحرين الشيخ هيا والشيخ مي، أنه كان في نقاش مع فريق الهيئة أيضا ممثليننا أنه الملف يؤجل، لأنه من الصعب تحويل ملف موسوم بكلمة لا يسجل إلى أن موقع نعم يسجل. نعم. فلذلك حبيت يعني أقول لك أنه كان في قرار كان شوية يعني صعب علي أنا كرئيس الهيئة، ولكن اتخذت القرار توكلنا على الله أن الملف يسجل ونعمل بجد لأن الأحساء، وقدمنا تقرير يفند ملاحظات الإيكوموس، والإيكوموس منظمة محترمة طبعا مش فقط اليونسكو، وفعلا اليوم صار في هذا النقاش. أول شيء كلمة الكويت الضافية اللي قدم مندوب الكويت كان حقيقة كلمة تاريخية، أعتقد أنها تقدر للكويت ومندوب الكويت وزملائه، وهذا اللي طلب فيها أن يحول ملف إلى نعم. ثم توالت الدول الصين وأستراليا وتونس ويعني والبرازيل ودول كبرى وإسبانيا توالت في تأييد اقتراح الملف يتحول إلى نعم، وهذا أول مرة يحصل حقيقة في تاريخ هذه العمليات هذه. وثم تقدمت رئيسة المؤتمر بأنه الأصوات توالت على التسجيل، فلذلك قدمت اقتراح بأنه الدول توافق، صار في تعديل بسيط بس في النص من لا إلى نعم، هذه سابقة تاريخية وبدون تصويت، والحمد لله رب العالمين. الأحساء تستحق، وهل الأحساء يستحقون؟ وتاريخ الأحساء
وهذه النقطة الضوء في التاريخ الحضاري لبلاد الحضارات والتاريخ والأمجاد مغربية السعودية حقيقة تستحق أن تكون موقع تراث إنساني عالمي بكل معنى الكلمة. إذن سمو الأمير أو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شكرا جزيلا لك.